السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعون الله تعالى هنستكمل المحاضرة الثانية من الجزء المهم جدا أو أنواع التيشوز اللي موجودة في جسم الإنسان. النهاردة هنستكمل النوع الثالث من الكونكتيف تيشو الذي يشمل سبورتيف أو سبورتينج كونكتيف تيشوز. ان احنا زي ما احنا عارفين ان supporting connective tissue يتكون من نوعين رئيسيين اللي هي الكارتليج الغضاريف والبون العظام. ان في الجزء ده ان شاء الله رب العالمين هتكلم عن الكارتليج، وفي الجزء الثاني من المحاضرة هتكلم عن البون. اول حاجة يعني في الجزء ده هنتكلم او هنعرف تكوينة الكارتليج، ده اللي يهمني من اول المحاضرة. تاني حاجة أنواع الكارتليج. تالت حاجة التكوين أو توزيعة الكارتليج في الهيومن بودي، وجودها فين في أي مكان في جسم الإنسان. والجزء الرابع إن شاء الله رب العالمين اللي أنا هتكلم عليه، هتكلم إيه أشهر الأمراض اللي ممكن تصيب الكارتليج. هبدأ في الأول الجزء الأول اللي هي الكاركترستكس أو مواصفات أو توصيفات الكارتليج. زي ما احنا عارفين ان الكارتريج بيقول لك ان هي سترونج يعني قويه، وفي نفس الوقت ريجيد يعني ثابته، وكمان فليكسبل يعني ليها ثلاث صفات رئيسيه: القوه والثبات والمرونه. ديت المواصفات الرئيسيه للكارتريج، يعني بتديني فورس قوه شديده، وفي نفس الوقت ممكن بند يعني تنحني، يعني ممكن يحصل لها انحناء. طيب ايه السيل بتاع الكارتريج؟ الكارتريج بتكون من سيل، ليها سيل رئيسيه زي البون برضو ما فيها سيل رئيسيه. السيل بتاعت البون اسمها اوستيوسايت، السيل بتاعت الكارتريج اسمها كوندروسايت، وفي حاجه اسمها الكوندروبلاست اللي هي اللي بيتكون منها او هي البريكورسور او المادة الأولية أو السل الأولية اللي يتكون منها الكوندروسايت. يبقى الكارتريج بيتكون من حاجتين رئيسيتين اللي هي السل كوندروسايت ومعاها ماتريكس أو معاها مادة بتديها الثبات والقوة اللي احنا بنتكلم عنها، بيسموها اكسترا سيلولار ماتريكس. الكارتريج هي اللي تدي سبورتنج والفريم وورك يعني الشكل الثابت لكل الاورجنز اللي موجوده او اغلب الاورجنز اللي موجوده، وهي اللي بتغطي السيرفيس بتاع الارتكوليتنج بونز. الارتكوليتنج بونز ايكوال او تساوي الجوينت اللي هي المفاصل. هي اللي بتغطي السيرفيس او السطح الخارجي او السطح لكل المفاصل، بيكون نوع من انواع الكارتريج او غضرو او الغضاريف. هي ثلاث انواع رئيسيه: هايلاين كارتريج والاستيك كارتريج وفايبرو كارتريج. من انواعهم كده الهايلاين اللي هي زجاجي، الاستيك اللي هي الاستيستي اللي هي المرونه او تدي شده وجذب، يعني معنى كلمه الاستيك. فايبرو يعني فيها فايبرو او فيها فايبرس، يعني فيها ماده شديده الثبات او شديده القوه. دول ثلاث انواع رئيسيه اللي احنا هندرسهم. بيقول لك ان الكارتريج بالنسبه او مقارنتها بالبون فيه كذا حاجه ممكن نتكلم عنها. بيقول لك ان البون فيري ميتابوليكالي اكتف، يعني البون في عمليه الميتابوليك او الميتابوليزم اللي هي عمليه الحركيه او عمليه التغذيه او 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 عمليه العمليات الحيويه او الحيويه بتاعته اكتر شويه من الكارتريج. تاني حاجه بيقول لك ان البون ليه جود بلاد سبلاي، الكارتريج لا. يبقى ده الحاجه الصفه الرئيسيه للكارتريج ان هي افاسكولار، ملهاش بلاد سبلاي. طيب النيوترينتس او التغذيه بتاعتها او النيوتريشن بتاعها بيجي منين؟ بيجي من طبقه خارجيه اسمها البريكوندريوم، هنتكلم عنها دلوقتي.
يبقى الكارتريج هنا بتفكرني بنوع من التشو اللي هو الابيسيليوم. الابيسيليوم احنا قلنا ان هو افاسكولار برضو. ده النوع الثاني من الكونكتيف تيشو اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو ثالث نوع من الكونكتيف تيشو اللي هو سبورتنج كونكتيف تيشو الكارتريج، بنقول ان هي برضو ملهاش بلاد سبلاي. يبقى النوع ده او ده الكلام ده يفكرني بالجزء بتاع الابيسيليوم. تالت حاجه بيقول لك ان البون اما بيحصل لها هيلينج او بيحصل لها يعني اصلاح، او لو حصل لها يعني اتجرحت او حصل لها انجري بيحصل لها الهيلينج، او الهيلينج اللي هي النمو او عمليه الاصلاح بالنسبه لها بتكون اسرع من الكارتريج. الكارتريج الهيلينج بتاعها او الالتئام بتاعها بيكون اقل شويه من البول. طيب ادي الكارتريج سن، بنتكلم عن الكوندروبلاست اللي هي بيسموها البريكورسور او الماده الرئيسيه او السيل الرئيسيه اللي بيتكون منها الكوندروسايت. السيل الرئيسيه عندي في الكارتريج اسمها الكوندروسايت، خلاص دي بتكون الجزء الرئيسي من الكارتريج. بس نشوف شكلها، بيقول لك ان هي ادي السيل اهي وموجوده في حاجه اسمها لاكيونا، اللي حواليها ده اسمه لاكيونا. لاكيونا اللي هو سبيس او فراغ موجود. نفس الشكل ان شاء الله هنشوفه برضو في خليه البون اسمها الاوستيوسايت، برضو لازم يكون حواليها لاكيونا. لاكيونا ده اللي هو الجزء او الفراغ اللي موجود حوالين السيل. ادي السيل وادي الفراغ اللي موجود حواليها، ادي السيل وادي الفراغ، السيل اسف والفراغ اللي موجود حواليها. وكمان هي بيقول لك ايزوجينس يعني موجوده في تجمعات. هنلاقي هنا هو يعني كذا تجمع، كذا سيل مع بعض، ادي ثلاثه سيل مع بعضهم، هنا واحد اثنين ثلاثه سيل هم، هنا واحد اثنين وسيل هي، هنا دول اثنين هم، يعني بيقول لك ان هي ادي ثلاثه سيل موجوده اي موجوده في تجمعات بيسموها ايزوجينس. اوكي ده السيل او ده السيل الرئيسيه اللي بيتكون منها الكارتريج. طيب ادي بقى احنا قلنا ان الكارتريج بتكون من حاجتين، السيل والماتريكس بتاعها او الماده اللي موجوده اللي هي بتغطي او بتقفل الجزء ده او بتكون الجزء الرئيسي حوالين الكوندروسايت اللي هي الاكسترا سيلولار ماتريكس اي سي ام، اكسترا سيلولار ماتريكس اي سي ام. ادي الماده الموجوده او الماده الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجوده حوالين 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 الكوندروسايت. ادي الكوندروسايت وادي كل الماده او كل الفراغات اللي هنا مليانه بماده اسمها الماتريكس او الماده الصلبه ديت، اللي هي مش ماده سائله، ماده بتكون لزجه وبتدي ليها الصلابه والقوه المطلوبه. طيب بيتكون من ايه بقى الاكسترا سيلولار ماتريكس؟ بيتكون من حاجتين رئيسيتين. اول حاجه فايبر، اللي هو احنا اتكلمنا على انواع الفايبرز المختلفه قبل كده في الكونكتيف تيشو، خلاص وقلنا بيتنوع من فايبر سن او رفيع الى فايبر تخين او قوي. وكمان بيتكون من حاجه اسمها الجاكس، الجاكس اللي هي جلايكوزامينز جلايكان، وحاجه ثانيه اسمها البروتشو جلايكان. يبقى ثلاث حاجات رئيسيه بيتكون منهم اكسترا سيلولار ماتريكس، فايبر على حسب نوع الفايبر هنتكلم عنه، يعني بيختلف نوع الفايبر على حسب نوع الكارتريج، وبعدين لوتس من الجاجز اللي هي جلايكوزامين جلايكان والبروتشو جلايكان اللي هو الماده الثالثه اللي بيتكون منها الاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب ادي الكومبوزيشن او التركيبه بتاعه الاي سي ام اللي هي الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجوده في الكارتريج. ادي الحاجات الرئيسيه اللي بتكون عندي، ادي البروتشو جلايكان اللي هي الافرو اللي احنا بنتكلم عنها، هو وادي الماده دي، وادي الشريط ده اللي في النص ده اسمه كور بروتين، وادي الجلايكوزامين جلايكان. اوكي خلاص، وادي حاجه اسمها هيالو يورونيك اسيد، ده الاسيد اللي موجود او اسمه هيالو يورونيك اسيد، وحاجه اسمها الكولاجين فايبر. ادي الكولاجين فايبر اللي هي الخيوط التخينه ديت او الكبيره ديت اسمها كولاجين فايبر. يبقى انا عندي بتكون من ثلاث انواع رئيسيه، ادي الفايبر اللي موجود عندي وهو كولاجين او كولاجين، وبيختلف نوع الكولاجين فايبر اللي موجود على حسب نوع الكارتريج، وهنشوف في صوره ثانيه ايه انواع الكولاجين
باختلاف انواع الفايبر. يبقى انا عندي البروتيوجلايكان وعندي جلايكوزامين جلايكان وعندي الكولاجين فايبر وعندي حاجه اسمها هيالورونيك اسيد. دي التكوين الرئيسيه للاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب احنا قلنا ادي الكارتليج بيتكون من حاجتين رئيسيتين، ادي الطبقه الخارجيه بيسموها البيريكوندريم، ده الطبقه الخارجيه دي بيريكوندريم، والطبقه الداخليه اللي هي بتتكون من الكوندروسايتس مع الفايبر ومع الجلايكوزامينز ومع البروتوجلايكان. بيقول لك ان الجزء الخارجي ده من الكارتليج بيكون فاسكولار، يعني هو ده اللي بيوصل له بلاد سبلاي، وهو ده النيوتريانتس او النيوتريشن او التغذيه بتاعه الكوندروسايت او التغذيه بتاعه الكارتليج بتيجي منه من الجزء الخارجي ده. يعني هو ده جزء عباره عن جزء خارجي فاسكولار، يعني فيه بلاد سبلاي، وطبعا البلاد سبلاي يعني فيه نيوتريشن وفيه تغذيه بتوصل له، وان الجزء الداخلي من الكارتليج بيتغذى عن طريق البيريكوندريم او الجزء الخارجي ده من الكارتليج. يبقى ده تكوين الكارتليج، جزء داخلي وجزء خارجي اسمه البيريكوندريم. اوكي؟ طيب بيتكون منين بقى البيريكوندريم ده؟ بيقول لك بيتكون من دنس كونكتيف تيشو، يعني في تجمعات للكونكتيف تيشو ومعاها فايبروبلاست اللي هي السيل الرئيسيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الكونكتيف تيشو. خلاص؟ يبقى السيل هنا في الحته ديت سيل فايبروبلاست، السيل هنا في الحته ديت هي كوندروسايت. اوكي؟ طيب وبيتكون كمان من نوع من الكولاجين اللي هو كولاجين 1. خلاص؟ كولاجين 1 اللي موجود في البريكوندريا. خلاص؟ طيب على اختلاف في نوع واحد بس من الكارتليج ما فيش فيه بريكوندريا، هنشوفه بعد كده، ولكن بس اللي انا عاوزك تخلي بالك منه ادي الطبقه الخارجيه من الكارتليج بتكون حاجه اسمها بريكوندريا، والطبقه الداخليه اللي هي بتمثل بالنسبه لي الكور بتاع الكارتليج اللي متوزعه فيه الكوندروسايت ومعاها الماتريكس او الاكسترا سيلولار ماتريكس، الماده اللي موجوده خارجيا. اوكي؟ طيب والبريكوندريم قلنا بيحتوي على بلاد سبلاي، يعني في بلاد فيزلز، ده الجزء الخارجي، الجزء الداخلي لا ما فيهوش بلاد فيزلز وما فيهوش نوع من انواع التغذيه. اوكي؟ طيب ليه الكارتليج بيقول لك ان هي افاسكولار؟ الكارتليج في حد ذاتها ما فيش فيها بلاد سبلاي ما عدا الجزء الخارجي، قلنا الجزء الخارجي ده اللي هو القشره الخارجيه من الكارتليج هو اللي فيه البلاد سبلاي، وما فيهاش نيرف برضه وما فيهاش اعصاب. خلاص؟ عشان الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجود بالنسبه لنا اللي موجوده فيها. خلاص؟ يبقى الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجوده في الجزء الداخلي من الكارتليج ما فيش فيها لا نيرف ولا فيها بلاد فيسل. طيب النيوترينتس او النيوتريشن او التغذيه بتاعتها بتيجي منين؟ بيحصل لها ديفيوجن او بيحصل لها اختراق من البريكوندريا من الجزء الخارجي ده هو الى الجزء الداخلي الى الكوندروسايت. يعني التغذيه بتاع الكوندروسايت بتكون من الجزء الخارجي اللي هو البريكوندريا. يعني معنى كده ان ايه؟ ان هي ميتابوليكالي العمليات الحيويه فيها بتكون اقل شويه. خلاص؟ ايه الوايلز بتاعتها العرض بتاعها بيكون ليمتد محدود يعني قليل، وفي نفس الوقت ان هي هيلينج او هيلز بورلي، يعني بيحصل لها التئام بصعوبه شويه، يعني لو حصل اي انجري او حصل اي انجري يعني جرح اي ان جي يو ار واي انجري، لو حصل فيها اي جرح داخلي او تاكل نتيجه مرض ما بيحصل الالتئام بتاعها بصعوبه شويه. يبقى انا في عندي ثلاث حاجات رئيسيه، تكوينه رئيسيه او مواصفات رئيسيه للكارتريج، ما فيهاش بلاد سبلاي، ما فيهاش نيرف، وبالتالي هي ميتابوليكالي يعني اقل شويه، وكمان بالنسبه ان هي ميتابوليكالي اقل شويه بيحصل لها هيلينج بصعوبه شويه او بقله شويه. يبقى ديت الصفات الرئيسيه للكارتليج. طيب والتغذيه بتاعه الكوندروسايت والاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجود حواليها بيحصل منين؟ بيحصل من الطبقه الخارجيه من من الكارتليج اللي هي البريكوندريم. البريكوندريم يبقى التغذيه بتيجي من البريكوندريم. طيب بيقول لك بقى ادي اهوت
اللي احنا اتكلمنا عنه، توزيعه الكولاجين المختلفه في انواع الكارتريج المختلفه. احنا عندي ثلاث انواع مختلفه من الكارتريج، حاجه اسمها الهايلاين كارتريج اللي هي الكارتريج الزجاجي، وحاجه اسمها الاستيك كارتريج، وده ليه مكان ودي ليه مكان، دي ليه مكان، توزيعه مختلفه في جسم الانسان هنشوفها دلوقتي حالا. وحاجه اسمها الفايبرو كارتريج. النوعين الاولين الهايلاين كارتريج والالاستيك كارتريج، نوع الكولاجين اللي فيهم تايب 2. انا عندي خمس انواع من الكولاجين، خلاص يهمني ان انا اعرف الحته ديت اللي هو النوعين الاولين واحد واثنين. بيقول لك ان الكولاجين 2 ده بيكون العرض بتاعه اقل شويه من الكولاجين 1. الكولاجين 1 القوه والعرض بتاعه او السمك بتاعه اقوى او اكبر شويه من الكولاجين 2 ده اللي يتكون منه فايبرو كارتريج. يبقى على حسب القوه كده هاخدهم من فوق لتحت، يعني الاقوى في الاضعف الفايبرو كارتريج، اقوى من الاستيك كارتريج، اقوى من هايلاين كارتريج، من الاضعف للاقوى، اضعف واحد الهايلاين كارتريج الى الاقوى منه شويه الالاستيك كارتريج الى اقوى حاجه الفايبرو كارتريج. وبالتالي ان احنا لازم يكون عندي مبدا رئيسي اللي هي التوزيعه او ديستريبيوشن بتاعه الحاجه على حسب الفانكشن، يعني ده يمثل او التركيبه بتاعته او التوزيعه بتاعته ليها تركيبه معينه في حته من الجسم، لان هي يعني الكومبوزيشن بتاعته او التركيبه بتاعته تؤدي هذه الوظيفه. ده برضو نفس القصه، ده برضو يمثل لي القوه الشديده، فبالتالي وظيفته او توزيعته هنلاقيها مختلفه شويه عن الاثنين اللي فوق زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اوكي، هاخد اول نوع اللي هو الهايلاين كارتريج، ده الموست كومن، يعني هو الشائع اكتر اللي موجود في الكارتريج في جسم الانسان. ونوع نوع الفايبر اللي موجوده فيه كولاجين فايبر تايب 1 ولا 2 تايب 2. والاكسترا سيلولار ماتريكس اللي فيه جلاسي، جلاسي يعني على شكل يعني زجاجي، ابيرنس بتاعتها او الشكل بتاعها او بتبان على هيئه جلاسي ابيرنس، يعني ظهور زجاجي او شكل زجاجي. طيب موجود فين بقى؟ اهم حاجه الريسبيراتوري ايرويز، هو اللي هي مجرى الجهاز التنفسي، بيكون الكارتريج اللي موجوده فيه هايلاين كارتريج اللي هي ايه؟ الترقيه، القصبه الهوائيه، والبرونكاي اللي هي الشعب الهوائيه او الجزء اللي يتفرع من الترقيه من القصبه الهوائيه. طيب الهايلاين كارتريج كمان بيقول لك ان هو بيغطي السيرفيس بتاع الارتكوليتنج جوينت. قلنا ارتكوليتنج جوينت، ارتكوليتنج جوينت ايكوال كده خلاص، الارتكوليتنج بون ايكوال الجوينت اللي هي المفاصل، يعني هو بيغطي جزء من الخارجي من المفاصل. طيب يعني في طبعا المفصل اللي هو بيدي حركه للبون، وبالتالي الجزء اللي هو بيلامس او بيغطي البون في الحته ديت بيكون هايلاين كارتريج، وبعد كده الجوينت او المفصل يبدا يظهر او يبدا يخرج بعد كده. طيب ده الجزء بتاع الهايلاين كارتريج، ادي التوزيعه اهيت عشان يبقى واخدين بالنا من توزيعه ثلاث انواع مختلفه من الكارتريج. اللي بالازرق ده هو اللي احنا شايفينه، كل ده هايلاين كارتريج. يبقى موجود فين؟ موجود في الكوستال كارتريج، يعني في الريبس او الضلوع، خلاص اهو. يبقى دي موجود بعد الاسترنم، ده اللي هي عظمه الصدر اللي بيخرج منها بعدها على طول، بيكون ده جزء غضروفي خلاص، وده بيكون هايلاين كارتريج. طيب حاجه ثانيه الارتيكولار كارتريج بتاع الجوينت، كل الجوينت دي اهي، الجوينت دي اهي، الجوينت دي اهي، كل المفاصل في الحته دي بتكون هايلاين كارتريج اهو، حتى هنا اهو، اوكي اهو، في الهاند وكمان في اللك، كل دول هايلاين كارتريج. طيب النوع الالاستيك كارتريج ده توزيعته اقل شويه من الهايلاين كارتريج، موجود بس في الحته دي اللي هي في الاكسترنال اير، يبقى الاذن الخارجيه عباره عن الاستيك كارتريج. طيب النوع الثالث اللي هو الفايبرو كارتريج اللي بالاحمر ده اهو، ده يبقى يناسب لي فين؟ بين الفقرات انترا فيرتيبرال
كونكت او الانترا فيرتبرال سبيس او الانترا فيرتبرال كارتليج. في الحاله دي بيكون نوع بيكون نوع فايبرو كارتليج. وقلنا الفايبرو كارتليج في الحاله دي نوع الكولاجين اللي موجود فيه من تايب 1 اللي هو عباره عن خيوط سميكه دي اللي احنا شايفينها. فبالتالي واللي بالازرق ده او الصغير ده اللي هي الفراغ اللي حوالين لاكونا او لاكوني. لاكوني يعني جمع لاكونا. لاكونا يعني سبيس او فراغ. لاكوني يعني تجمع يعني جمع لاكونا. خلاص يبقى اللاكونا ديت اللي هي الفراغ اللي حوالين الكوندروسايت. ادي اهوت. يبقى انا ده يمثل لي القوه الشديده بالنسبه لي عشان وجود نوع من الكولاجين او كولاجين اسمه كولاجين 1 اللي هو الخيوط السميكه دي. فبالتالي ده يناسب الوظيفه اللي بيقوم بيها اللي هي بين الفقرات انترا فيرتبرا. لما بين الفقرات ديت لانها احمر اهو. وكمان البيوبيك سيمفيسيس اللي هي الجزء في الحوض او في الحوض او في عضله الحوض الرئيسيه بيكون فيها النوع ده برضو من الفايبرو كارتج عشان يديني القوه. يبقى هو هنا متوزع بس في البيوبيك سيمفيسيس وموجود بس في الانترافيرتبرا بين الفقرات الفايبرو كارتج. باقي اعضاء الجسم كلها بتكون عن عباره عن هيالاين كارتج اللي هو بعد عظمه الاسترنم دي اللي هي عظمه الصدر يخرج اللي هي الريبس او الدروع دي بتكون كلها عباره عن كارتريج هايلاين. وكمان بين الجوينت او بين الارتيكولار كارتريج اللي هي في الجوينت اهي. كل جوينت في الجسم اهو 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 كل ديت عباره عن هايلاين كارتريج. والالاستيك اقل واحد في التوزيعه بتاعتهم وده اللي موجود في عضو في الاكسترنال اير اللي هي الاذن الخارجيه. يبقى انا كده دلوقتي عرفت القصه دي جايه منين. كمان اهو يبقى الريسبيراتوري كله اهو كل الريبس كل الحته اللي موجوده في التراكيه خلاص والجزء كله في الريسبيراتوري سيستم كل الحته اللي فيه او هنا كمان اهو بين البرونكال اللي هي الشعب الهوائيه خلاص. كل الجزء ده بيكون عباره عن هايلاين كارتليج هايلاين كارتليج خلاص. اوكي الكارتريج من النوع الزجاجي. يبقى انا دلوقتي لو قلت لك فين توزيع الهايلاين كارتريج هتقول لي في الريسبيراتوري تراكت التراكيه والبرونكاي كلهم عباره عن هايلاين كارتريج. وبعدين موجود كمان في كل الجوينت موجود كمان في الـ يعني كل الجوينت اللي موجوده في الجسم سواء كان في الهاند او موجوده في الني في الركبه او موجوده في الليج في الرجل خلاص. طيب لو قلت لك اللاستيك فايبر موجود في منطقه واحده بس اللي هي الاكسترنال اير او الاذن الخارجيه. طيب لو قلت لك الفايبر كارتريج اللي هو اقوى واحد فيهم هتقول لي ان هو موجود بين الانترافيرتبرا موجود بين الفقرات وموجود في البلفس او موجود في عظمه الحوض الرئيسيه اللي هي البيوبيك سيمفيسيس اللي هي العظمه الرئيسيه اللي تربط عظمتين الحوض مع بعضهم. خلاص يبقى ده توزيعه او شكل الفايبر كارتريج. طيب مين اقوى واحد فيهم؟ هو الفايبر كارتريج. اقل شويه في القوه هو الالاستيك في الكارتريج، اقل شويه في القوه اللي هو الهايلاين كارتريج. طيب نوع الكولاجين اللي مكون التلات انواع، يعني انا عندي الفايبرو كارتريج بيتكون من نوع الكولاجين اللي موجود فيه نوع 1 اللي هو الخيوط السميكه ده السميكه ديت، وبعدين الهايلاين كارتريج والالاستيك كارتريج النوع اللي موجود فيهم اوكي كولاجين تايب 2 اللي هو اقل سمكا شويه، والالاستيك كارتريج فيها حاجه زياده شويه عن الاثنين دول اللي هي فيها حاجه الاستيك فايبر اللي هي الخيوط الرفيعه اللي احنا بنشوفها ديت هي عباره عن الاستيك فايبر. خلاص يبقى ده توزيعه او الشكل العام تقدر تذاكر منه الجزء دوت بمنتهى السهوله، تعرف مكان كل واحد من الكارتريج ده موجود فيه بيتكون من ايه؟ من الصفه الرئيسيه اللي موجوده فيه وبالتالي الوظيفه اللي بيقوم بيها او الحته اللي موجود بالتوزيعه اللي موجود فيها. طيب خلاص يبقى ادي بالنسبه لي الهايلاين كارتريج زي ما احنا اتكلمنا موجود فين؟ موجود بتوين التبس بتاع الريبس يعني موجود فين بين الضلوع بيغطي البون سيرفيس بتاعت سينوفيال جوينتس كل الجوينتس او كل المفاصل اللي موجوده وموجود في التراكيه موجود في اللارينكس وموجود كمان في البرونكاي وبيكون يعني ده الجزء الرئيسي بالنسبه لي. يبقى انا الهايلاين كارتج تراكيه وبرونكاي وموجود بين الريبس او موجود بين الضلوع.
اوكي. الفانكشن او الوظيفه اللي بيقوم بيها بيديني ستيف، بيديني قوه وفي نفس الوقت فليكسبل او مرونه شويه للغضروف، وبالتالي ده بيقلل لي الاحتكاك اللي بيحصل بين العظام خلاص اوكي. طيب ادي السن الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عنها، دي تجمع كوندروسايت 1 2 3 4 4 كوندروسايت، وكل الفراغ اللي موجود حواليها اسمها لاكيونا. خلاص خلاص كل الفراغ اللي موجود حوالين الكوندروسايت ده اسمه لاكيونا. خلاص اوكي. طيب ادي الكوندروسايت زي ما احنا اتكلمنا، ده الكوندروسايت ادي السيل، وادي الماتريكس او الماده اللي هي الهلاميه اللي موجوده حواليها اللي بتديها القوه والثبات. تاني حاجه بيقولنا ان هي ايزوجينس جروب، ايزوجينس جروب يعني موجوده في تجمعات 1 2 3 4 اسمهم ايزوجينس، يعني موجوده في تجمعات مختلفه او موجوده كذا سيل مع بعضيها في تجمع مختلف مع بعضهم بيسموهم ايزوجينس. اوكي طيب ادي التراكيه او ادي القصبه الهوائيه. ادي السل الخارجيه او الطبقه الخارجيه بتكون عباره عن ابيثيليوم، تخش داخليا شويه تلقى البريكوندريوم. البريكوندريوم قلنا فيه فايبروبلاست، وقلنا فيه انواع مختلفه من الفايبر، وقلنا ان هو عباره عن يعني فيه بلاد سبلاي، وهو ده اللي بيدي التغذيه عندي للجزء ايه؟ الكارتيج. ادي الجزء بتاع الكارتيج اللي احنا اتكلمنا عنه، ولا جزء بالازرق ده جزء ايه؟ مش سميك، العرض بتاعه مش كبير اهو. اوكي؟ ده الكارتيج، ودي اللي موجوده جواها ديت اللي هي الكوندروسايت. الحته الوحيده اللي احنا قلنا فيها في الهايلاين كارتيج اللي ما فيش فيها بريكوندريوم الارتيكولار سيرفيس بتاع البون، الطبقة الخارجية من البون اوكي ما بيكونش فيها بريكوندريوم اللي هو الجزء الخارجي، او الجزء بيكون على طول بالنسبة لي جزء كارتليج او الهايلاين كارتليج، وبعد كده البون على طول مفيش فيها بريكوندريوم، مفيش بريكوندريوم خارجي او طبقة البريكوندريوم. اوكي طيب ده الجزء بالنسبة للهايلاين كارتليج. هخش على النوع الثاني اللي هو الالاستيك كارتليج. قلنا الالاستيك كارتليج بيتكون، هو بيشبه الهايلاين كارتليج بس في الاستيك فايبر، يعني في كولاجين تايب 2 وفي الاستيك فايبر. طيب موجود فين؟ في الاكسترنال اير، يعني الاذن الخارجيه والاديوتري تيوبس اللي هي القناه السمعيه والابيجلوتس اللي هو لسان المزمار. يبقى دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي موجود فيهم الاستيك كارتليج، اهمهم بالنسبه لي على طول هو الاكسترنال اير او الاذن الخارجيه. طيب ادي التوزيعه بتاعته، هو موجود فين؟ بقولنا في الاذن الخارجيه، موجود في الاوديتوري كانال او القناه السمعيه، وبيديني ده بيديني برضو هو كله بيديني سبورت او بيديني تدعيم للجزء ده جزء اهوت من الالاستيك الالاستيك كارتليج ده اللي هو الاكسترنال ايه. طيب يبقى ادي اهوت الشكل بتاعه بيكون عباره عن ايه؟ ادي الاستيك فايبر اللي هي الخيوط الرفيعه اللي احنا شايفينها ديت، اهي كل دي الاستيك، كل دي الاستيك فايبر، وكوندروسايت موجوده في اللكنه بتاعتها، يعني ادي الكوندروسايت موجوده في الفراغ بتاعها خلاص، ومعاها تايب من الكولاجين فايبر اللي هو تايب 1. ادي الكولاجين فايبر او كولاجين فايبر اللي هو تايب 1 كولاجين فايبر اللي موجود عندي. طيب ده اللي بيقول لك مثلا ادي الاوتر اير او الاكسترنال اير، ادي جزء الكارتلج اللي موجود عندي اللي هو نوع الالاستيك، وادي الطبقه اللي فوق وادي الطبقه اللي تحت عباره عن ادي الطبقه الخارجيه ده الجلد، ده الطبقه الجلد من الناحيه ده والجلد من الناحيه ده من الناحيه دي، بيكون عباره عن ابيثيليوم من نوع ستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم. اوكي وبعدين ادي الكارتلج، بخش على جزء البريكوندريوم وبعد كده الكارتلج، وهنا ادي الاستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم وادي البريكوندريوم وبعد كده ادي الكارتلج. جزء يعني بيقول لك العرض بتاع الكارتلج دايما على طول بيبقى صغير او قليل. ادي الالاستيك فايبر اللي احنا اتكلمنا عنه. اوكي طيب النوع الثالث اللي احنا اتكلمنا عنه يا جماعه اللي هو الفايبرو كارتلج، اللي هو بيديني القوه الشديده زي ما احنا عارفين، وان هو النوع اللي موجود فيه او التركيب اللي موجوده فيه هي كولاجين فايبر تايب 1 اللي هو الخيوط السميكه او القويه او شديده السمك، وفي قليل قوي او نوع قليل يعني توزيعه قليله من الكولاجين تايب 2.
ده بيديني سوبر سترونج، يعني القوه بتاعته قوه شديده جدا، وبالتالي بيديني وظيفه مهمه جدا، وبالتالي يناسب الوظيفه اللي هو بيقوم بيها او المكان اللي هو موجود فيه، اللي هو الانترا فيرتيبرا، اللي هو موجود بين الفيرتيبرا او موجود بين الفقرات. ده عباره عن فايبرو كارتريدج وبيديني قوه شديده، وبرده بيمثل برده الحته اللي هي مهمه جدا اللي هي البيوبيك سينثيسيس، اللي هي الحته او موجوده في الحوض، عظمتين الحوض الرئيسيتين الكبار بيتمسكوا بالفايبرو كارتريدج. طيب يبقى هاني موجود فين؟ يبقى احنا قلنا بتوين بين الـ بين البيوبيك بونز بتاع البلفس اللي هي عظمه العانه او العظمتين الرئيسيتين في الحوض، وانترا فيرتيبرال ديسك موجود بين الفقرات بتاعه العمود الفقري. اوكي، طبعا الوظيفه الرئيسيه بتاعته ان هو ريزيست الكومبريشن، الضغط الشديد يقدر يتحمله، وبالتالي يقدر يتحمل جسم الانسان اوزان كبيره يقدر يشيلها ويقدر يحملها من مكان الى اخر. قلنا برضو اجيجنس جروب اللي هي موجوده فيه تجمعات، موجوده كذا تجمع مع بعضه، برضو اللي هي الكوندروسايت، بس تختلف شويه عن الجزء الباقي اللي هي في الالاستيك فايبر وفي الهايلاين الالاستيك كارتريدج. وفي الهايلاين كارتريدج مش زي هنا، هي دي تقريبا متوزعه في صفوف، فروز صفوف اهو، ادي صفه وادي صفه وادي صفه، وتقريبا يعني ليها توزيعه يعني هندسيه اكتر شويه، ان هي موجوده فيها على هيئه صفوف او روز. طيب بيقول لك ان الكارتريدج بيتكون بنوعين رئيسيتين، حاجه اسمها الانتر ستيشن جروس وحاجه اللي اسمها ابوزيشنال جروس. الانتر ستيشن جروس اللي هي جروس من الكارتريدج كوندروسايت، يعني الكوندروسايت بتنقسم انقسام ميتوزي وتعمل سكريشن للماتريكس اللي موجود ده او وسكريت الماتريكس، فبتكون الانقسام داخليا. الابوزيشنال جروس اللي هو الانقسام الخارجي، جروس الينج تولي اوتسايد الكارتريدج، يبقى في انقسام داخلي اللي هو الانترستيشن جروس، في انقسام خارجي اللي هو الابوزيشنال جروس. اوكي، يبقى الانترستيشن هو جروس داخلي، وزي الكارتريدج نفسها جوه داخليا من الكوندروسايت بتحصل لها انقسام او ديفايد بالميتوزيس، والابوزيشنال جروس اللي هي جروس الونج او اوتسايد او خارجيا من الكارتليج. وهنا في الحاله ديت بيكون الكوندروبلاست هي اللي بتعمل سكريشن للماتريكس، وبعد كده الكوندروبلاست سكريت الماتريكس وبيدفرنشيت انتو كوندروسايت، يعني تبدا تتحول او يحصل لها ديفلوبمنت او تطور الى كوندروسايت. يبقى السيل الرئيسيه في تكوين الكوندروسايت هي الكوندروبلاست، يبقى الكوندروبلاست هي الكوندروسايت، بس الكوندروسايت هي الديفرنشيشن فورم او الديفلوبمنت فورم او التطور اللي بيحصل الكوندروبلاست بتبقى كوندروسايت. يبقى دي السيل الاوليه او البريكرسور بتاعتنا او الماده الاوليه لتكون الكوندروسايت هي الكوندروبلاست. طيب هخش على حته مهمه جدا اللي هي ديزيزز بتاع الكارتريدج. ايه اهم امراض او اشهر مرض بيحصل للكارتريدج؟ اللي هو اوستيو ارثرايتس او تاكل المفاصل. ده المرض الرئيسي اللي بيحصل في الكارتريدج. هو ديزيز رئيسي من ديزيز بتاع الكارتريدج. ادي بيقول لك الكونستيتوانتس او تكوين الكارتريدج بيتكون من سيلولر الكوندروسايت، بيقول لك ده يمثل 1-2% من تكوين الكارتريدج. تاني حاجه ليكويد فيز او ماده سائله 70-80% من تكوين الكارتريدج. وبعدين سوليد فيز، السوليد فيز ده او الماده الثابته او الماده الصلبه يمثل حاجتين، لا اما كولاجين وده تايب 2 اللي هو موجود في الالاستيك كارتريدج وفي الهايلاين كارتريدج، والفايبرو كارتريدج عباره عن تايب 1، والماده الثانيه اللي هي البروتيوجلايكانز، دي الماده اللي هي يعني عباره عن بروتين وفي شوجر ماسك فيه فبيسموها بروتيوجلايكان، يبقى دي تكوينه الكارتريدج. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان هو في النورمال كونديشن او في الحاله الطبيعيه بيحصل ايه؟ لو حصل اي ضغط او حصل اي مشكله في الكارتريدج بيحصل ايه؟ بيقول لك ان الكوندروسايت تبدا تستجيب ان هي تفرز ماتريكس اكتر شويه وتعمل تصنيع في الماتريكس عشان يضاهي الاستريس او الانجري او الجرح او المشكله او التاكل اللي ممكن يحصل في المفاصل في الكارتريدج في الغضروف.
يعني الغضروف في الحاله الاولانيه اما يكون عليه ستريس، اما يكون عليه قوه شديده جدا في الاول، بتقدر الكوندروسايت تعمل ريمودلنج او تقدر تتعامل مع هذا الاسترس بان هي تعمل ايه؟ تفرز ماتريكس، وان هي تقلل افراز البروتيزس. دي عباره عن بروتينات عباره عن انزيمات بتعمل تاكل في المكان اللي هي موجوده فيه. ففي الحاله ديت اما يكون الاسترس قليل على الكارتليج بيحصل ايه؟ الماتريكس ان الكوندروسايت تبدا تفرز ماتريكس وتبدا تقلل افراز البروتيز اللي هو الانزيم اللي بيعمل تاكل في الحته دي. طيب كل ده بيحصل في اتزان شديد جدا بين الاثنين، الا ان يزيد الاسترس جامد قوي على كارتريج، وفي الحاله دي الماتريكس سنسز بيقل، يعني تكوينه الماتريكس بتقل، وبيحصل ان البروتيز اللي هو الانزيم اللي بيعمل تاكل حواليه بيزيد جدا، فالكفه تميل في الناحيه الثانيه ان هي يحصل ديجنريشن او تاكل في المفاصل. طيب ممكن يكون سبب الاستريس اللي حصل على الكارتريج جي ايه؟ ممكن يكون انفكشن، ممكن تكون عدوى، اي عدوى من انواع العدوات، او ممكن يكون انفلاميشن، يعني التهاب، انفلاميشن، التهاب او مشكله التهاب في المكان ده بيسموه الاسترس او القوه الضاغطه على الكارتريج. هي تقدر الكوندروسايت تتعامل مع يعني كميه معينه من الالتهاب او كميه معينه من الانفكشن، وفي الحاله دي بتبدا تفرز ماتريكس وبتقلل افراز هرمون او اسف انزيم البروتيز، وبتبدا تتعامل مع القصه دي الى ان يزيد الضغط عليها جدا، ان الانفكشن يزيد قوي، تكون العدوى شديده جدا او يكون الالتهاب شديد جدا. في الحاله دي الماتريكس بيقل والبروتيز بتزيد جدا، وتبدا تميل الكفه الناحيه الاخرى، ويحصل تاكل في المكان ده. يقول لك هنا اندر نورمال كونديشن الماتريكس هو بيكون معرض على طول في حاله دايناميك، يعني بيحصل له ريمودلنج على طول، يعني تكوينه لو محتاجه الكوندروسايت انها تفرز تبدا تفرز شويه عشان تعادل اي تاكل يحصل فيه. الى مرحله معينه خلاص نبدا في الحاله ديت في حاله الاوستيوارثرايتس كارتريج الماتريكس بقى بيحصل له ديجريدنج، بيتكسر. الانزيم اللي هي البروتيز بتفرز بيحصل لها اوفر اكسبريسد، يعني افراز بصوره كبيره جدا، وبالتالي يحصل شيفتنج للبالانس اللي احنا اتكلمنا عنه ده اول في الاتجاه الاخر اللي هو يحصل فيه نت دي ديجريديشن، يعني تاكل في المكان ده، وبالتالي لص للكولاجين، فقد للكولاجين اللي هو الماده الرئيسيه اللي موجوده في المكان ده، والبروتيوجلايكان اللي هو المادتين اللي بيكونوا الماتريكس، يعني الماده دي في الحاله ديت يحصل تاكل للماتريكس او الماده الجيلاتينيه او الماده اللزجه اللي موجوده حوالين الكوندروسايت. يبقى احنا قلنا الكوندروسايت في الحاله الاولانيه ان هي بيحصلها تبدا بتزود افراز البروتوجلايكان والكولاجين مولكيول، وبالتالي يبدا تبدا تعمل بالانس الى مرحله معينه يبدا يميل الكفه في الاتجاه الاخر اللي هي ديجريديشن او تاكل للجزء ده بصوره ما تقدرش الكوندروسايت الكميه اللي بتفرزها من ماتريكس اللي هي البروتوجلايكانز والكولاجين ما تضاهيش الكميه المفقوده، فبالتالي يحصل تاكل في الحته ديت وبيسموها اوستيو ارثرايتس. فبالتالي يحصل بعد كده اروجن، يعني تاكل، وكراكنج، يعني احتكاك بين الطبقتين الخارجيتين من الطبقه الخارجيه من الكارتليج، وبعد كده تبدا ينمو داخليا لحد ما يجيب الديبر لير او الطبقه الداخليه من الكارتليج. طيب هنا ده بيتعالج ازاي؟ في كذا علاج موجود دلوقتي، اللي هو ان انا احقن الماده دي اللي هي دي البروتوجلايكانز والهيالورونيك اسيد، بيتحقن عباره في حقن دلوقتي موجوده بروتوجلايكان وحقن اسمها هيالورونيك اسيد اللي هم المادتين الرئيسيتين اللي بيكونوا الماتريكس دول او كولاجين فايبر، بيتحقنوا جوه الكارتليج نفسها، يعني بيخش بابره جوه الكارتليج ويحقن المادتين دول جوه الكارتليج عشان يحافظ على جزء من الكارتليج تقوم بوظيفه بتاعتها او اعاده وظيفتها تاني. ولكن الحل ده بيكون حل مؤقت، يعني بيقول لك ان مثلا لو خدت حقن بالطريقه دي ممكن تستمر معايا من 3 لـ5 سنوات فقط لا غير، كماكسيمم كحاجه يعني الماكسيمم بيريود بالنسبه لي او الفتره الماكسيمم بالنسبه لي هي من 3 لـ5 سنوات فقط لا غير، ويحصل يرجع لا اما تعمل حقن تاني للماده ديت لانه بيحصل لها تاكل تاني، او ليه حلول اخرى بقى او حاجات كلها جراحيه بعد كده.
ولكن يهمني بس ان انا في يعني علاج موجود، يعني بيكون بروتوجلايكان او كولاجين او عباره عن الهيالو يورونيك اسيد، كلها ديت امبولات او فايلات موجوده اوريدي في السوق يبدا يحقن بيها المريض. اشكركم على الجزء ده، ان شاء الله انا كده خلصت الكارتليج، هبدا في ان شاء الله رب العالمين البون في الجزء الثاني من المحاضره، واتمنى ليكم مشاهده ومذاكره ممتعه باذن الله رب العالمين. ركزوا بس على الحاجات اللي انا بقولها، يعني مش عاوز ان انت تشتت دماغك، انا عارف المنهج بدا هيبدا يكبر بصوره كبيره، فركز على الحاجات اللي انا بقولها فقط لا غير، الايه اللي انا عاوزه من الموضوع خلاص. يعني الحته بتاعت الكارتلج، انواع الكارتلج المختلفه، توزيعتها في جسم الانسان موجوده في انهي مكان، دي يهمني جدا، تكوينه بتاع كل نوع من انواع الكارتلج دول ايه، ويهمني في الاخر بقى ايه الديزيز الرئيسي اللي بيصيب الكارتلج، وممكن تقول لي اسمه خلاص. يبقى دي الحاجات الرئيسيه اللي انا هتكلم عنها بعد ما اخلص المحاضره، هو ده جزء ده من المحاضره، لازم يكون انت عندك الملكه دي ان انت تلم الحاجات الرئيسيه بس، انا مش عايز ازود في الجزء ده اكتر من كده، انا عاوز بس تعرف الحاجات الرئيسيه، السيل اللي موجوده جوه الكارتج دي اسمها ايه؟ وبتتكون منين؟ ايه انواع الفايبر اللي موجوده او الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجوده في كل كارتج دي؟ دي من الحاجات المهمه اللي لازم تبقى انت عارفها وتخرج بيها، وكذلك الامر للصوره اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول دي اللي هي توزيعه الكارتج في كل جسم، في كل حته من اجزاء جسم الانسان. اتمنى الجزء ده ان شاء الله يكون ممتع، ان شاء الله الجزء الثاني هعمله في جزء ثاني اللي هو البول. شكرا جزيلا.